أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: كنت مع أصحاب التكفير وعندي بعض الأوراق التي طبعتها من مالهم. يقول: كنت مع أصحاب التكفير وعندي بعض الأوراق التي طبعتها من مالهم، فماذا أفعل بها؟ هل أحرقها أم ماذا؟ الحمد لله الذي من عليك بالتوبة والرجوع إلى الحق، ونسأل الله أن يهدي بقيتهم وأن يردهم إلى الصواب وأن يهديهم للحق. الأوراق أفرقها، اتلفها، ولكن عليك أيضا عليك أن تدعوهم إلى التوبة والرجوع، عليك أن تدعوهم إلى التوبة والرجوع، تبين لهم الخطأ لعل الله أن يهدي من يشاء منهم. نعم.